متابعي اليوم السابع، هكون معاكم النهارده انا محمد قاسم في لايف جديد مع شحيبر ملك لحمه الراس الضاني في مصر. والنهارده هيكون معانا وهيعمل لنا اكبر طبق لحمه راس ضاني في مصر. هنتفرج النهارده على شحيبر وهو بيعمل الطبق ومكونات الطبق، هو هيشرحها لنا وهو بيعمل اكبر طبق لحمه راس في مصر. اهلا بيك يا شحيبر. ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ يعني النهارده بنرحب بيك على اليوم السابع، وعايزين بقى نعرف منك كده هتعمل لنا ايه النهارده؟ اكبر طبق لحمه راس في مصر. يلا بينا. يلا باشا. اكبر طبق لحمه راس في مصر لمشاهدين اليوم السابع زي ما حضراتكم شايفين. عايزين بقى نعرف منك يا شحيبر المكونات الطبق ايه النهارده؟ لسان وحته حمراء وجواهر ومخ وفشه. ومعاه 2 شوربه بردك وصايه، اللي هي شوربة شحيبر عشان احنا ملوك الضاني في مصر. قول لي بقى انت بتبدا من امتى لامتى؟ يعني احكي لي شويه عن وجودك في المكان مع العربيه. ببدا الساعه 12 على العربيه، بس انا بصحى الساعه 6 الصبح. بنجيب بضاعتنا من المذبح فريش بفريش يوم بيومه، وبتبدا تتغسل وتنزل النار وتستوي. بعد كده بنيجي على الفرش هنا ونبدا نقدم اكبر طبق لحمه راس في مصر. عندك الطلبات بقى يعني بتبدا؟ لا، متاحه للجميع عشان اللي معاه واللي معوش بياكل، اللي معاه واللي معوش هياكل. منش الله يا اهل الله. اكتر حاجه بقى شحيبر بتطلب منك ايه؟ الناس بتقبل عليه يعني؟ لا، يقول لك هات طلب شحيبر عشان اعمل طلب باسمي. الزبون بياكل على مزاج انا. الزبون بياكل على مزاج انا. الطلب ده عباره عن فيه على اللسان وحته حمراء ومخ، وعباره عن فشه ممبار بتاعنا بردك، الممبار ضاني اللي احنا متميزين بيه. يعني الممبار ده هو الضاني اللي احنا متميزين بيه اهو. طبعا باين على الفرش قدام حضرتك ممبار ضاني اهو بردك، ما بتشتغلش الا في سلاب ضاني عشان احنا ملوك الضاني. كلمني بقى عن الجوهره والحاجات اللي هي موجوده. لا، الجوهره دي بقى فواكه اللحوم. الزبون اللي يخش يقول لك عاوز جوهره تعرف اللي هو اكيد نمره واحد. وعندي لسان. الجوهره دي فواكه اللحوم، يعني اقوى طلب في لحمه الراس كلها. بس عاوز ايه بقى في الراس؟ لا، دي بتبقى جوه الراس، دي بتبقى جوه الراس نفسها على الجوهرة. طب ممكن تشوف الجوهرة واللسان كده مع الطبيعة دي السابع؟ بص يا باشا، ده الجوهرة ودوت اللسان، بس دي بعد تفصيصها. ودوت اللسان بعد تنظيفه وتفصيصه برضه. أغلى حاجة في لحمة الراس إيه؟ مفيش حاجة اسمها غالي عشان اللي معاه واللي معوش قلت لك بياكل. لكن عموما لا، سلمها لأهل الله ويا بختك اللي بتقول يا رب. وأنت لما حد يجي يطلب منك الطلب يطلب بقى يعني أكتر حاجة بتتقلب الجوهرة؟ الجوهرة والحتة الحمراء تتقلب برضك. عندي الجوهرة والحتة الحمراء عشان عندي ناس أكيلة الحمد لله، وعندنا ناس معروفة برضك بتاكل من عندنا، بس مش هينفع نذكر أسامي أي حد. طيب أنت أخدت المهنة دي وراثة ولا أنت يعني؟ المهنة دي أنا واخدها عن المعلم بتاعي، المعلم مصطفى جاد. يعني مش والدك كان مثلا؟ لا، عن المعلم بتاعي مصطفى جاد رحمة الله عليه. أنت كنت شغال وأنت عندك كام سنة في رحمة الله؟ لا، أنا بقالي بالظبط كده من يعني بقالي بتاع 21 سنة، من 21 سنة 23 سنة. بقالي كتير يا باشا، بقالي كتير قوي في الشغل دي الحمد لله. نعم؟ اتجوزت ولا لسه؟ لا، اتجوزت ومعايا عبد الله ومعايا سامي، ربنا خليهم لي يا رب. طب بالنسبه لما يكبر بقى هتعلمه بقى لحمه الراس كده ويبقى تدورت في المهنه ولا؟ بص يا باشا، من حب في الشغلانه هورثها لعيالي عشان انا بعشقها. عايزين بقى تقول لي انت اليوم السابع دلوقتي عن اكبر طبق لحمه راس كنت وريهولنا كده ومكوناته زي ما حد. اكبر طبق لحمه راس في مصر عباره عن لسان وجوهره ومخ
وحته حمراء وفيشه واباوه. الاباوه دي احنا متميزين بيها في مصر. واتحدى بص دي عشان دي متقطعه، عشان دي متقطعه، هي دي الاباوه. واحنا الوحيدين اللي في مصر، اللي في مصر بنعملها كده. وطبعا اي حد طلع من ترند كان عادي شايفين الاباوه اليوم السابع النهارده مع حيبر ملك لحمه الراس في مصر. النهارده هو وعدنا انه هيعمل اكبر طبق لحمه الراس في مصر. احنا عينينا يا باشا للناس كلها، وعينينا اليوم السابع ومتابعين اليوم السابع كلهم نفر نفر، عشان الناس دي كلها اهلنا واخواتنا وحبايبنا. وكفايه اللي احنا كلنا من مصر الحبيبه ام الدنيا كلها. طلعنا الاول كده بعد الحته الحمراء دي يا باشا. طلب ده هنا الحته الحمراء اهي. يتم تقطيعها بقى، ممكن نشوفها ازاي. انا اوريك تقطيعها وبعد كده تنضيفها، لان كده بنفصص. دي الحته الحمراء بس، احنا في كتير قوي بتاع لحمه راس بيبيعها زي ما هي كده. احنا بره بنروقها للزبون، نطلعها للزبون حته لحمه راس مرهم. طبعا عشان تفصل الشغل كده ليك سوا معين، مش اي سوا. احنا بنسوي سوا كامل، بنسوي سوا كامل. في غيرنا يسوي، لا احنا بنسوي سوا لزبوننا احنا. حتى اي زبون ياخد من عندنا لحمه راس يقول لك انت متميز في السوا، مش موجود في مصر، والطعم بتاعك مش موجود في مصر، عشان احنا معانا بركه ربنا، مش احسن بركه ربنا. واقول بردك في الفيديو اللي معاه واللي معوش هياخد من عند شحبر. عينينا يا باشا، قابل يا ابن الزبون. الاكله دي بقى يعني هل ليها اقبال معين في الصيف عن الشتاء او العكس، ولا كل بص يا باشا، انا الحمد لله الصيف زي الشتاء، الحمد لله نعمه من عند ربنا مش من عند حد، نعمه من عند ربنا. بس في كتير قوي يحب ياكلها في الشتاء، يشرب الشوربه بتاعتها بردك السخنه، فاهم قصدي؟ يشرب برضك شوربه شحبر متميزه، يقول لي يا شحبر اكلني طبق لحمه راس على مزاجي يدفيني واروح. يقول لك دفيني واروح يا عم شحبر. اقول له علينا ليك يا باشا. علينا حبيبي يا نجم مصر. هنيا هنيا هنيا. وطبعا بقى اللي ماسك التسويه اخويا برجو ابو مكه، ده انا معلمه السوى عشان مش اي حد يعرف يسوي. ازاي بقى كلمنا عن التسويه؟ لا التسويه ده موضوع كبير قوي، هياخد مننا وقت جامد. واهم حاجه، اهم حاجه النظافه قبل اي حاجه. تسويه على نار هاديه، تسويه على نار هاديه دي اهم حاجه. ما تستعجلش على شغلك، سيب الشغل ياخد راحته في الشغل وفي السوى. النهارده كده زي ما حضرتك شايفين مع شحبر، ورينا بقى شحبر الطبق اللي هو عملته النهارده. ممبار، لسان، حته حمراء، اللسان اهو الحته الحمراء. ايه الطبق؟ ايه من اول ما بدات؟ كان ايه وايه؟ اول ما بدات نبدا بالحته الحمراء، وبعد كده اللسان، وبعد كده حته الجوهره، وبعد الجوهره طبعا بنحط حتتين الفشه بتوعها وحتتين الممبار والاباوه بردك اللي احنا متميزين بيها. يلا هنا يا ابني. لحمه الراس بتطلع كام نوع مثلا؟ يعني جوهره ولسان؟ بتطلع لسان ومخ وجوهره وجبهه. لو قسمتهم طلبات زي اي حد يبيعهم 9 طلبات. نطلع 9 حاجات من الراس نفسها.
تجيبها بتطلع اربعه، واللسان بيطلع اتنين، وجورتين ومخ، حسبتهم هتلاقيهم تسعه يا باشا. تسلم ايدك يا معلمه. الف انا وشبه صاحبي. اتنين حته حمراء وصايه هنا منبار بس يا ابني. قابل يا ابني الناس. الناس دي اخواتنا وحبايبنا كلها. عايز من الساعة 12 يا فندم؟ ايوه لغاية الساعة 6. دي احنا كده مدينا اخواتي بزيادة الحمد لله يعني. وانتظروا شحيبر نفتح المحل الجديد. انتظروا شحيبر نفتح المحل الجديد بس. وعينينا للناس كلها. هيبقى عندنا كل حاجة. كوارع وعكاوي ومحمر ومسلوق وضاني عشان احنا ملوك الضاني. عينينا ليك يا باشمهندس. اتنين حته حمراء وصايه يا ابني في الوش. يلا يا حبيبي قاعد. نص لسان. عينينا. عينيا. عينيا 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 الناس كلها. عينينا يابا. عينينا. وعاملين عرض حلو للمتابعين اليوم السابع. يلا. تعالى يا باشا. بس مهنا بقى كده واشرح لنا. اول حاجه دي الجبهه. اقسم على اثنين بس احنا ما بنقسمهاش على اثنين. احنا بنقسمها بنطلع السمين ده كله بنطلع الحته الحمراء اللي فيها. الجبهه الثانيه اهي برضك؟ اه نفس النظام. ده اللسان. اللسان اهو بس لسه بتروق ويتقسم نصين. ده نص برضك. بس بعد كده الجوارتين طالعين والمخ. ده المخ. يوم عمتك قبل من النوم كده هيخرج كده اكتر. ادي جوهره اترمت ولا الثانيه ايه؟ بس عينيا يا حبيبي عينيا. سلم لي عليها يا باشا. في راس في مصر زي ما حضرتك شايفين كنا النهارده مع الحيبه.